وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز الأخبار المحلية والعربية والعالمية، ولكن خلينا يعني طبعا نبارك للنادي الأهلي والجمهور والتتويج امبارح في يعني أمسية كروية جميلة جدا. كمان خلينا نستعرض ليكم أبرز المانشيتات اللي يعني تعرضت لتتويج النادي الأهلي أمس من جريدة اليوم السابع. الأهلي يواصل تحطيم أرقامه القياسية في الدوري بعد التتويج بالدرع الـ 42، ومن موقع في الجول كمان قال في ليلة البطل مؤمن ووداع فتحي الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في احتفالية التتويج بالدوري الـ 42. أما بقى من موقع مصراوي فبعد مسيرة حافلة فتحي يختتم مشواره مع الأهلي في ليلة التتويج بالدوري. ومن موقع يلا كورة الأهلي يصنع التاريخ مجددا بفوزه على طلائع الجيش. دي كانت يعني يمكن أبرز المانشيتات اللي يعني استعرضت فوز أو تتويج النادي الأهلي بالدرع الـ 42. خلينا نروح ونفكر حضراتكم بأهم مباريات اليوم النهاردة. كمان عندنا وجبة كروية دسمة جدا في الدوريات الأوروبية المختلفة. في الدوري الإنجليزي في الجولة السابعة أستون فيلا هيواجه ساوثهامبتون الساعة 2 الظهر، ونيوكاسل هيواجه إيفرتون الساعة 4 العصر، ومانشستر يونايتد هيواجه أرسنال الساعة 6:30 مساء، بينما توتنهام هيواجه برايتون الساعة 9:15 مساء. أما بقى في الدوري الإسباني والجولة الثامنة فريال بيتيس هيواجه إلتشي الساعة 3 العصر، وسيلتا فيجو هيواجه ريال سويسيداد الساعة 5 العصر، والساعة 7:30 غرناطة هيواجه ليفانتي، وفالنسيا هيواجه ختافي الساعة 10 مساء. اما بقى مباريات الدوري الايطالي فاودينيزي هيواجه ميلان الساعه 1:30، وده طبعا في اطار الجوله السادسه من عمر من بطوله الكاليتشو، وسبيزيا هيواجه يوفنتوس الساعه 4 العصر، وتورينو هيواجه لاتسيو الساعه 4 العصر ايضا، ونابولي هيواجه ساسولو الساعه 7 مساء، وروما هيواجه فرونتينا الساعه 7 مساء ايضا، وسامبدوريا هيواجه جنوا الساعه 10 الا ربع مساء. اما بقى على الصعيد العربي فالاسبوع الثالث من دوري كاس الامير محمد بن سلمان فالشباب هيواجه النصر الساعه 7 مساء الا 10 دقائق. نروح بقى لأهم أخبارنا، ومن موقع جريدة اليوم السابع اتحاد الكرة يستقر على إقامة قرعة الدوري منتصف نوفمبر. استقر مسؤول اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة قرعة الدوري أو الموسم الجديد في منتصف الشهر الجاري، وده طبعا بعد ما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيله لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر. وذكر اليوم السابع في تقريره النهاردة انه الاتحاد المصري لكرة القدم كمان او المسؤولين فيه اكدوا على انه صعب جدا او من الصعب تمديد يعني فترة القيد المحلي حتى هذا التاريخ، وسيتم بحث الامر مع الكاف اللي هم منتظرين ان شاء الله انه يغير مواعيد القيد الافريقي، ولو ما تمش تغيير المواعيد القيد الافريقي هيلتزم كل فريق باللاعبين اللي عنده او الاستغناء عن بعض اللاعبين قبل يوم 27 نوفمبر. ومن موقع سوبر كورة منتخب ناشئي كرة السلة يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية. يستعد منتخب ناشئي كرة السلة تحت 18 سنة لخوض البطولة الإفريقية اللي هتقام في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل، وكمان ده طبعا بعد ما دخل المنتخب المصري في معسكر مغلق حتى منتصف الشهر المقبل. وكان اتحاد كرة السلة برئاسة السيد مجدي أبو فريخة أعلن توقف كافة النشاط المحلي على جميع الأصعدة لطبعا خوض المباريات الإفريقية لعدة منتخبات. ومن موقع كورة الهلال السوداني يستقبل ثنائي تونسي. استقبل نادي الهلال السوداني ثنائي تونسي جديد في الجهاز الفني الجديد أيضا للصربي زوران مانولوفيتش، والمدير الفني طبعا يعني يمكن بيستعد الفترة القادمة لخوض معسكر هنا في مصر زي ما يمكن قلنا في عدة أخبار سابقة. المدير اللي هم التونسيين هم مدرب الأحمال مهدي مرزوقي ومدرب الحراس كريم السباعي. ومن موقع روسيا اليوم أخيرا كريستيانو رونالدو يتنفس الصعداء.
ذكر موقع روسيا اليوم البيان الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي اللي أعلن فيه تماثل كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي للشفاء من فيروس كورونا اللي لحق به يعني تقريبا في منتصف شهر أكتوبر الماضي. فيعني يمكن كمان روسيا اليوم ذكرت في بيانها أنه اللاعب في تقريرها أنه اللاعب يستعد لخوض عدة اختبارات بدنية اللي هيتحدد على إثرها مشاركته من عدمها النهاردة. ومن موقع ميركاتو دي كومان ينتقد التحكيم من جديد ويتهم هؤلاء في السبب في تعادل برشلونة مع ألافيس. رونالد كومان اتهم التحكيم أو شن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة هجوم حاد على التحكيم في الليجا بعد تعادل فريقه أمس بهدف لكل فريق أمام أرس. وكمان المدير الفني انتقد الثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وجريزمان وأنتوان جريزمان وإنسو فاتي وقال إنهم كان عندهم رعونة كبيرة جدا في تسجيل الأهداف وأرجع سبب الخسارة للثلاثي. وأخيرا من موقع كرة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية كاس تبدأ جلسات الاستماع لحسم مصير روسيا من أولمبياد طوكيو. تبدأ المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي كاس جلسة استماع تمتد لأربع أيام من قبل الجانب الروسي لتحديد مشاركة الجانب الروسي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو من عدمها، وده طبعا بعد ما بسبب الانتهاكات اللي انتهكها الجانب الروسي في ورصدتها هيئة مكافحة المنشطات. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو.